السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي. النهاردة إن شاء الله إحنا عملنا مع بعض الأكلة الجميلة دي. عملنا فراخ كنتاكي، عملناها بطريقة خفيفة وجميلة وظريفة، لونها جميل جدا جدا، يمكن التصوير ظلمها شوية. وعملنا البطاطس، وعملنا الرز بتاع الكنتاكي، وعملنا مايونيز، وعملنا الكاتشب، عملنا كل حاجة النهاردة الحمد لله. ان شاء الله باذن الله عايزين تعرفوا طريقه كل الاكله الجميله دي، يا ريت تتابعوني لاخر الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. اهلا وسهلا كل متابعيني، اهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ كنتاكي، دجاج كنتاكي. هنمشي فيه خطوة بخطوة وهعمله بطريقتي انا. انا بصراحة ما بحبش الفراخ الكنتاكي ان انا اعملها واحطها في البقسماط واحطها في الزيت مدة طويلة، يعني ان انا اعملها نية. لا، انا بحب اسلقها نص تسوية وبعد كده ابدأ اتعامل معاها، لان في اغلب الاحيان يعني الحركة دي ما تنفعش غير مع الفراخ اللي هي بتتعمل في المحلات الكبيرة، لان بيبقى عندهم مكان اصلا لتسوية الدجاج ده. انما احنا في البيوت مهما نعمل ومهما نحط كمية زيت مش هتبقى زي بره، لان بره في المحلات في مكان كمان بيقلب الفراخ وهو على النار. فاحنا هنسمي اللي بقى كده وهنعملها بطريقة خفيفة مبسطة وجميلة وهنمشي فيها خطوة بخطوة. يعني احنا دلوقتي اول حاجة محضرين مكوناتها سلق الفراخ. انا معايا فرخة، الفرخة دي حوالي 2 كيلو زي ما حضراتكم تحبوا، بس هي كل ما تبقى كبيرة كل ما بترمي معاكي لحم اكتر، يعني بترمي معاكي عدد قطع، ترمي معاكي حتة حلوة كده ما تنشفش في الزيت، تبقى تمام قوي. معايا فرخة، معايا بصلتين كبار، انا هاخد شوية منهم لسلق الفرخة والباقي هخليه للرز. معايا ملح وفلفل وحبهان وورق لورا، بس انا لسه جايبة الحبهان وورق اللورا لسه ما طحنتهمش، يعني انا عادة بشتغل بيه مطحون، بس انا عشان مستعجلة دلوقتي فهشتغل بيهم للشوربة كده مفيش مشكلة. معايا بقى الكبدة والقنصة بتاعت الفرخة، انا قطعتهم عشان نعمل بيهم الرز، نعمل رز اصفر ظريف كده. ونسمي الله بقى كده ونروح عشان نسلق الفرخة بتاعتنا. دلوقتي كده معانا المية بتغلي، هنحط لها شوية بصل. بسم الله. انا بحب البصل في الشوربه حلو كتير كده. هنحط ورق اللورا والحبهان، هنحط الملح، هنحط الفلفل الاسود مش كتير، لا كتير. انا بحب الفلفل الاسود كتير. هنسمي الله بقى كده دلوقتي وننزل عليهم بايه، بالفرخه. معلش انا ما بعرفش اصلي اشتغل بايد واحده، اهي الفرخة بتاعتنا نزلناها، هنسيبها بقى تستوي. وبعد ما تستوي ان شاء الله وتبرد نبدأ بقى نقطعها ونتعامل معاها ونحضر الخلطة بتاعت الكفر الخارجي ونعمل الرز مع بعض. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الرز بتاعنا. بنحط شوية زيت هنا في قلب الحلة وننزل عليهم بالكبدة والقناصة. نشوحهم تشويحة حلوة كده، عندك قطع دجاج فيليه هتبقى حلوة قوي، عندك ورك زيادة ممكن تقطعيه وتشوحيه كده، مفيش أي مشكلة، اللي موجود عندك اشتغلي بيه، مفيش لا ده ولا ده. الطريقة اللي هقولك عليها دي هتديكي نتيجة حلوة قوي وهتديكي طعم رائع. معانا هنا ايه بقى؟ معانا هنا شوية بهارات، كده فيني فلفل اسود هننزل بيهم. معانا هنا شوية جنزبيل، مكعب مرق دجاج، شوية ملح هننزل بيهم. هنشوح كل الكلام الجميل ده مع بعض، ان شاء الله طريقة خفيفة وظريفة هتعجبكم قوي قوي. شوحنا بس الحاجات الجميلة دي كده، هننزل بالبصلاية. هنسيبهم بقى يتشوحوا في بعض شوية 5 دقايق كده، وبعد كده نحط عليهم الشوربة
ونحط عليهم الرز، نشوف بقى معيار الشوربة ومعيار الرز بتاعنا. احنا شغالين مع بعض خطوة بخطوة اهو، هنسيبه بقى يستوي وان شاء الله لما اجي احط الرز هنكون مع بعض. حابين تحطوا كركم مفيش مشكلة، انا ممكن احط كركم معاه. طيب دلوقتي يتشوح معاه يكون افضل ما نحطه بعد كده. يعني الكركم اختياري، عايزينه اصفر مفيش مشكلة نحط معاه كركم. الكركم ده على فكرة مضاد حيوي ممتاز، يعني اللي يعرف قيمة الكركم ما يمنعهوش من بيته. انا ما بحبش البصلة تكون متحمرة في الوجبة دي عشان خاطر ما تعملش حموضة. البصلة لما بتكون نية بتديكي طعم اشبه بالرز الريزو بتاع الكنتاكي. تمام، هنخلص بقى ولما نيجي نحط الرز نكون مع بعض. وجه بقى دلوقتي دور الكاتشب. احنا دلوقتي انا بعمل الكاتشب في البيت، مش بعمله جاهز، مش بشتريه جاهز، يعني قليل قوي لما بشتريه جاهز دلوقتي لما بكون مزنوقة. معلش دلوقتي بقى جه معانا دور الكاتشب. انا الكاتشب ما بشتريهوش جاهز، انا ما بكون مزنوقة قوي. انا عندي طماطم انا كنت عاملاها ومفرزاها، والفيديو بتاعها موجود على القناة عندي. ده كيلو طماطم، كيلو طماطم، لان انا عملتها لغايه لما قصرت بقت ايه مركزه شويه. انا حطيتها طلعتها من الفريزر عشان مستعجله، فحطيتها على النار شويه تفك، هكمل بقيه فككانها دلوقتي. تمام، معانا كيلو طماطم، يعني ممكن الفريش نضربها في الخلاط ونصفيها ونسيبها على النار لغايه لما تبقى بالسم كده. تمام، يا اما لو عندنا الصلصه اللي احنا بنبقى عاملينها في البيت نعمل بيها. هنقول بقى مكونات الكاتشب ايه. معانا ربع كوبايه خل، طبعا دي عشان كوبايه صغيره فاحنا بنقول عليها ربع، النص بتاعها بيعتبر بمقام ربع. ومعانا برضو تلت كوبايه سكر، معانا معلقه كبيره بابريكا، ومعانا معلقه صغيره شطه لو احنا حابينه سبايسي، مش عايزينه سبايسي يبقى نشيل الشطه. تمام، معانا معلقه صغيره فلفل ونص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح صغيره ونص معلقه فلفل اسود، معانا معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر. معانا هنا بقى شوية بهارات، شوية كبابة صيني، شوية جنزبيل. كل الحاجات دي منكهات للكاتشب بتاعنا، هنسمي الله بقى كده ونحطهم كده. كل حاجة بتتحط في وقت واحد، ما عنديش أي مشكلة في أي حاجة. السكر بيبقى حسب التذوق بتاعنا وحسب الرغبة، والملح والفلفل، وهنحط البصل البودر والثوم البودر. في ناس بتحط بصل فريش وثوم فريش، صراحة بيبقى طعمه بيروح في حتة تانية خالص، بيبقى كأنه صلصة، يعني بيبقى كأنه صلصة ما بيكونش كاتشب خالص. وهننزل بالبابريكا وهننزل بالشطة، لو مش عايزين سبايسي يبقى نشيل الشطة. هنحط بقى الكلام الجميل ده على النار لمدة حوالي ربع ساعة بعد الغليان، على نار هادية لمدة ربع ساعة، ويبقى كده الكاتشب بتاعنا خلص. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. هنروح نحطه على النار ونعمل بقيه الوصفات بتاعتنا النهارده. دلوقتي حبايب قلبي خلاص احنا خلصنا الكاتشب بتاعنا اهو، مش قادره اقول لكم على سمكه عامل ازاي. انا بقى لقيت ان هو لما اتحط له البهارات والحاجه لونه غمق شويه اهو، بصوا كده انا جايباه في الكاميرا اهو. فانا عندي الوان بودر احمر، حطيت له نقطة واحدة بس، نقطة واحدة. يعني ممكن حضرتك ما تحطيش مفيش أي مشكلة، بس أنا عشان خاطر لما أجي أصوره يبقى لونه حلو كده وجميل. أنا عندي هنا إزازة كاتشب، أنا ما برميش إزازة كاتشب لما بقول لكم، يعني لما بشتريها من بره. هنسمي الله وهننزل عليها. شايفين السمك بتاعي يا جماعة؟ أهو. انا ممكن اجيب بقيه الكاتشب ده بحاجه. اهو سمكه جميل جدا جدا، طعمه فوق الرائع والله العظيم، يعني احلى كمان من الكاتشب الجاهز. هنعمل ايه بقى؟ احنا كده عبينا الكاتشب بتاعنا، هنغطي الازازه ونحطها دلوقتي نظبط الدنيا. معلش ده الطبيعي بتاعي. هنعمل بقى دلوقتي هنعمل المايونيز.
لتالت او رابع مره مع بعض. المايونيز اللي هو من غير بيض، معانا كوبايه حليب، بسم الله، بس يا ريت تكون ساقعه قوي. معانا كوبايه زيت. انا بعمل يعني طلب بطلب كده، يعني ما بعملش بزياده قوي عشان ايه ما يبصش في الثلاجه. هنبدا بقى كده مع بعض، هنسمي الله. اهو عايزه اوريكم بس حاجه، انا عايزه اوريكم وهو بيتقل. نبدا ايه مش هنحتاج مضرب بيض ولا حاجة. هو كل ما بتضرب فيه بيتقل. ممكن بس عشان ما ازودش عليكم، دلوقتي المايونيز بتاعنا اهو بدأ يتقل. هنبدأ بقى ننزل عليه بمعلقتين كبار سكر، وهننزل عليه بمعلقتين خل، وهننزل عليه كمان بمعلقتين مستردة. مستردة بالنسبة لينا بديلة لل بديلة للخردل، احنا طبعا ما عندناش خردل، فبنحط معلقتين كبار مستردة. دلوقتي احنا خلصنا المايونيز بتاعنا، هنبدأ بقى نفضيه. شايفين السمك بتاعه يا جماعة جميل ازاي؟ حاجة كده في منتهى الروعة. نفضي بقى هنا في السلطانية، ما شاء الله عليه. شايفين السمك بتاعه؟ لكم ان تتخيلوا بقى ان كل علبة من دي، يعني السلطانية دي ليها سعر لوحدها، والبرطمان ده ليه سعر لوحده، يعني هنجيبه من بره كل واحد بسعر معين. احنا ما شاء الله عملناه في البيت بكوبايه حليب وكوبايه زيت وشويه مستردة وشويه حركات جميله كده. حطيت له على فكره ربع معلقه من الملح اهو. شايفين السمك بتاعه يا جماعه جميل ازاي؟ كده بقى هنحط واحد في الثلاجه ونخلي واحد عشان خاطر الغدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي احنا؟ انا فضيت الكاتشب بتاعي هنا، الرز بتاعي خلاص قرب. هنمسك بقى الفرخة بتاعتنا، احنا سلقناها وحطيناها شوية في الفريزر علشان خاطر تسقع، علشان خاطر اما نقطعها ما يبقاش ايه ما تتهدرش مننا ولا تبوظ مننا. هنسمي الله بقى كده، هنقطعها بقى مع بعض واوريكم احنا ممكن نقطعها قد ايه. بسم الله اهي، نمسك جزء جزء كده. بسم الله، هنمسك الوراك اهي، لازم تكون سكينه حاميه. ادي الدبوس، شايفين بقى لما اتحطت في الفريزر بقت جميله ازاي اهي. نيجي هنا كده اهو من النص، ممكن نجيب سكينة تانية تقيلة بس شوية اهي. كده الورك قطعناه على، بسم الله، بسم الله. ادي الورك قطعناه على ثلاثة اهو بالشكل ده كده. كل ما تبقى القطعة صغيرة تتحمر كويس
وتبقى واخدة من الخلطة بتاعتنا كويس. هنبدأ بقى نسمي الله، نعمل الصدور بسم الله، دي الرقبة اهي. هنيجي هنا ناخد طبعا، انا زي ما قلت لحضراتكم انا عاملاها التسويه بتاعتها 90% او 80% علشان خاطر لسه هتتقلي وتاخد تسويه تانية اهي. نخبط عليها بالشكل ده. ادي الصدر كمان على ثلاثة، نقطع الصدر التاني. فرخة كل ما تكون كبيرة معانا كل ما تدينا عدد قطع اكتر وتدينا لحمة احسن. الكنتاكي ما بتحبش الفراخ الصغيرة، الكنتاكي بتعمل بالفراخ الكبيرة اهي. بسم الله، نخبط على السكينة كده عشان نقطعها تبقى بالمنظر ده. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الحجم الفرخة عندنا بقى قد إيه. أنا كده بعمل تحضيرات، هغسل بس إيديا ونيجي بقى عشان نعمل الكفر الخارجي بتاع الفراخ. دلوقتي حبايب قلبي أنا جبت هنا نص كوباية حليب كبيرة، حطيت عليها شوية ملح وفلفل أسمر، وهنحط لها بيضاية أهي، هنبدأ نقلبهم مع بعض. تمام كده، نركنهم على جنب. انا جايبه ربع كيلو فيجيتار جاهز اهو، جايباه من عند العطار، عطار كبير عندنا يعني بصراحه بيبيع فيجيتار حلو قوي، في عنده حار وفي عنده بارد زي ما احنا عايزين اهو. انا هحط الربع كيلو كله، هو ملحه تمام. هنحط بس معاه كوبايه دقيق، وهنحط معاه ربع كوبايه نشا اهي تمام. هنسمي الله بقى كده، حابينه سبايسي ماشي، حابينه مش سبايسي يعني عادي من غير شطه مفيش اي مشكله، بس انا هحط شويه شطه، هحطهم على اللبن هنا، على اللبن والبيض عشان انا عايزاها تبقى سبايسي من جوه. ممكن شويه صغيرين على الكفر يعني مش كتير كده تمام. هنبدا بقى نعمل ايه، هناخد معلقه هنقلب الخليط الجميل ده. ريحته روعه. بس انا بقى ممكن اعمل حاجه كمان، انا بحب احط التاتش بتاعي، ممكن احط له شويه كبابه صيني، احط له شويه بهارات، نظبط الريحه والطعم بتاعه شويه، احط له شويه توم باودر، بصل باودر، هنحط له شوية بابريكا يعني شوية ربع معلقة صغيرة كده مش كتير، هنحط له شوية جنزبيل باودر. الحاجات دي بتزود من الطعم بتاعه قوي، دي كده تبقى الخلطة بتاعت اللي هي المرقة الفورية، هتبقى زي المرقة الفورية بالظبط. عشان انا بصراحة ملقتش مرقة فورية وانا جاية، فقلت خلاص جبت الفيجيتار الجاهز ده، وهو طبعا الفيجيتار مملح فمش هنعوز ان احنا نملح. هنجيب بقى طبق فاضي جنبنا هنا، وهنسمي الله بقى كده، ونحط هنا
في البيض والحليب دوت والتوابل والشطة والكلام الجميل ده، وننزل هنا هنعمل بإيد اهو. احنا عايزين ندخل له هوا كده شوية. المفروض في كنتاكي بقى بيبقى فيه مكان بيقلب الحاجات دي اهو، نحط هنا ونرجع نحط على هنا. ان شاء الله باذن الله الطريقه دي هتعجبكم وهتعملوها كده على طول. انا الطريقه دي معتمده من كذا سنه، يعني مش لسه حاجه جديده عليا، علشان خاطر موضوع الفراخ النيه ده، ان هو يتعمل بفراخ نيه بصراحه جربتها قبل كده وما عجبتنيش اهي. تبلها بالطريقه دي كده اهي، ونرصها بقى في طبق عشان نروح نقليها مع بعض اهي. نكبسها كده في الايه، في الخلطة بتاعتنا. طبعا بره بيبقى عليها كفر، بيبقى مقرمش قوي عن كده، بس انا مش مهم عندي، المهم عندي الطعم اهي. عشان ما اطولش عليكم هكمل بقية الفرحة بتاعتي ونروح نقليها مع بعض. دلوقتي احنا حاطين الطاسه بتاعت القليه بتاعتنا على النار، الزيت سخن، انا عملت تتبيله اهو الفراخ اهي. هنبدا بقى نسمي الله، وهناخد الفرخه بتاعتنا هنمرفضها ونبدا ننزل بيها. طريقه سهله قوي قوي يا جماعه والله، وهتدي نتيجه حلوه، يعني تدي طعم حلو قوي قوي للفراخ بتاعتنا. ان شاء الله تجربوها بالطريقه بتاعتي الكنتاكي في طريقه غدا شوقي ويعجبكم ان شاء الله. هي طبعا كل ما الزيت يكون سخن قوي كل ما هتديك نتيجه كويسه، ومش هتاخد وقت، اللي هنا مستويه 3 4 تسويه ماشي. اما نقلبها نيجي نشوف شكلها بقى عامل ازاي. وبكده الوش ده كده خلاص، هنبدا بقى نقلب الفراخ بتاعتنا اهي. خليت الجون الجولد اهو ما شاء الله عليها، مش قادره اقول لكم، انا حاسه ان انا اعرف محل كنتاكي والله. الريحه في منتهى الروعه، في منتهى المنتهى الجمال. كده بقى احنا خلصنا التتبيل وخلصنا القليه اهي، خلاص انا هكمل الباقي ونغرف بقى الوجبه بتاعتنا ونعرفه. وكده نبقى احنا عملنا كل حاجه في قلب البيت، بسم الله ما شاء الله. عملنا الفراخ، عملنا الرز، عملنا البطاطس المحمره، انا بحمر بطاطس كمان طبعا، دي الناس كلها عارفاها. عملنا الكاتشب، عملنا المايونيز، عملنا حلقه كامله فيها كل الوجبه من اولها لاخرها، حاجه صحيه رغم ان هي مقليه في الزيت بس صحيه موفره. حاجات كلها موجوده في قلب البيت، يعني فرخه بنبني عليها كل حاجه. ان شاء الله باذن الله نشوف بقى كده الوش ده خلص ولا لسه. انا عشان ما اطولش عليكم هكمل بقى القليه ونيجي نغرف مع بعض كده. حبايب قلبي احنا خلاص خلصنا الوجبه بتاعتنا النهارده اهو. الرز بتاعنا خلصناه وغرفناه، حمرنا شويه بطاطس، ادي الكنتاكي بتاعنا بلونه الجميل الرائع، ان شاء الله باذن الله تجربوه بالطريقه بتاعتي ويعجبكم. ادي الكاتشب على ما اظن، طبعا لونه وشكله بيدل على طعمه، ومعانا المايونيز زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله عليه اهو متماسك ازاي. وادي الرز، حاجه روعه بقى. بيبسي طبعا، الاكله دي ما ينفعش تتاكل من غير البيبسي. ان شاء الله باذن الله اتمنى من ربنا وقربوا منه ان الوجبه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، ويا ريت دعوه حلوه من القلب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.